مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. وهذه الحلقة الجديدة من حديث الأخبار حنكون معاكم على مدار ساعتين، ريهام السهلي وأنا شادي شاش، لمتابعة أهم الأخبار محليا ودوليا. أهلا بك يا ريهام. أهلا بك يا شادي، وأهلا بكل السادة المشاهدين. هنتابع معاكم خلال البرنامج آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها من مختلف الجوانب من خلال مراسلينا وضيوفنا، لكن كالعادة في الأول بنبدأ بأهم الأخبار. صحيح، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا خلال رئاستها القادمة للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ لضمان أن كوب 27 يصبح هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي بالتزامن مع إعلان وزارة البيئة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية، والذي تستضيف مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر المقبل. وأكد الرئيس أن استضافة شرم الشيخ للمؤتمر يأتي هذا العام بالتزامن مع الذكرى 30 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما أعرب الرئيس السيسي في كلمته الترحيبية على الموقع عن ثقته أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ. كما أكد الرئيس السيسي أن العالم قطع شوطا طويلا في مكافحة تغير المناخ وأثاره السلبية على كوكبنا. كما أعرب عن تطلع مصر وشعبها إلى الترحيب بالضيوف جميعا في شرم الشيخ ومؤتمر كوب 27، حيث نثق بأن العالم سيجتمع معا مرة أخرى لإعادة تأكيد التزامه بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة على ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض في المحافظات. ونوه مدبولي إلى أن ملف توريد القمح هو حاليا الأهم، لافتا إلى أنه يتابع موقف التوريد على الأرض. وشدد رئيس الوزراء على أن التعامل يتم بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقمح. ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 15 إلى 16 من يونيو. ومن المقرر أن يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ، والذي حرص مجلس النواب على إدراجها كقضية عالمية في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27، والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وهي المرة الأولى عالميا التي تنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ مؤتمرا برلمانيا منفصلا حول قضية تغير المناخ. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر وفود برلمانية من البرلمانيين الشباب من حوالي 90 دولة. ويعقد المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، ويهدف إلى إيجاد طرق ووسائل لتحفيز مشاركة الشباب والمساعدة في تحديد أجندة الشباب في السياسة ومناقشة القضايا والتحديات العالمية من وجهة نظر الشباب ودورهم في إيجاد وتنفيذ حلول لهذه التحديات. حيث عقد المؤتمر الأول في جنيف سويسرا عام 2014، وكانت النسخة السابقة للمؤتمر وهي السابعة قد عقدت عبر الفيديو كونفرنس في عام 2021،
وسبقتها النسخة السادسة في باراغواي في عام 2019، وقد فاز مجلس النواب المصري باستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2022 في ضوء رئاسة النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب المصري لمنتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما يتوافق مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمرتكزة على ضرورة إشراك الشباب في تناول قضايا والتحديات العالمية وفي مقدمتها قضية تغير المناخ، وهو الموضوع المدرج على أجندة أعمال المؤتمر. والآن مع متابعة إلى أبرز تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن العقوبات على روسيا هدفها وقف العملية العسكرية وإجبار روسيا على المفاوضات، كما أكد خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية عن أزمة الغذاء في العالم. هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل، أكدت فوندرلاين ضرورة البحث عن عقوبات على قطاع المال في روسيا، كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض عقوبات على المنتجات الغذائية. في البداية تحدثنا عن بداية التراجع عن الاعتماد على النفط الروسي، واليوم هناك حظر على تقريبا 90% من النفط الروسي وصادر وارداته إلى أوروبا، ونرى أن روسيا أوقفت التزويد لفنلندا وبلغاريا وبولندا، والآن شمل هولندا والدنمارك. لابد أن يكون ردنا واضح حول كيفية إدارة الطاقة وخارطة الطريق أمام التخلص بشكل كامل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. كما تحدثنا قضايا عدة، أولها تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري الروسي، وكذلك المشتريات المشتركة للغاز، لأن القوة الدول معا تكون أفضل للحصول على شروط أفضل. أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الجدل حول الطاقة كان فرصة لمواجهة زيادة التحديات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأضاف ميشيل أنه على أوروبا تعزيز أسواق الطاقة والاستثمار في البنى التحتية للطاقة المتجددة. كذلك العمل في مجال كفاءة الطاقة لوقف هدر الطاقة، وهذه أولوية كبيرة لنا جميعا، كما أننا عازمين على الاستثمار في البنى التحتية وفي الطاقة والطاقة المتجددة، كما نعمل على تحسين جاهزيتنا في مجال التزويد وتعزيز أسواق الطاقة الأوروبية. إن الجدل على والحوار حول الطاقة كان فرصة لتأكيد عزمنا لمواجهة هذا التحدي كأوروبيين، وقد واجهنا هذا التحدي قبل الحرب على أوكرانيا، لكن الآن ازداد بسبب هذه الحرب المستمرة في أوكرانيا. وأخيرا
النقطة الثالثة التي أود أن أطرحها تتعلق بالدفاع الأوروبي. ترون أمامكم في هذا المجال طرحنا الفكرة أن علينا أن ننفق ونعزز الدفاعات والتعاون معا بشكل أكثر كفاءة كأوروبيين وفي مجالات التزويد وتعزيز القاعدة الصناعية في هذا المجال في أوروبا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعي للتوصل إلى حل بشأن السماح بالصادرات الغذائية من أوكرانيا، وخلال كلمة له على هامش اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعرب ماكرون عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة إلى قرار بشأن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا. تحدثنا أيضا عن الأمن الغذائي من خلال المبادلات مع ماكي سال الذي هو رئيس الاتحاد الأوروبي حاليا، وأكدنا من طرفان من الطرفين على هذه الأهداف. نحن نعمل مع السنغال ومن أجل الدفاع عن الأمن الغذائي، وهذا العمل سيكون لفترة قصيرة الأجل بالعمل مع تركيا وفي إطار الأمم المتحدة من أجل فك الإمكانات الغذائية ولا سيما فيما يتعلق بالحبوب الموجودة حاليا في أوكرانيا، وأيضا والعمل مع برنامج الغذاء العالمي وأيضا الأمم المتحدة والوكالات الأخرى. علينا أن نقوم بالعمل من أجل تقليص التخزين الذي يتم من قبل بعض الدول، ولنقوم أيضا بالتصدير بشكل أكبر إلى أكثر البلدان احتياجا وزيادة المساعدات ولا سيما إلى البلدان الأفريقية من أجل زيادة الإنتاج. فالعديد من هذه البلدان هي ترتبط ارتباطا كبيرا جدا بهذه الإمدادات ومتأثرة بهذه الحرب الروسية في أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك خالد، ونتحدث في بدء الأمر عن ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون من تصريحات، يعني عندما كان في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تحدث عن أزمة الغذاء، عن الحبوب، قال أنه يعني فرنسا بتسعى إلى التوصل لحل لهذه الأزمة، السماح بالصادرات الأوكرانية للحبوب، وأيضا ذكر الولايات المتحدة والتي قال أنه يعني هناك انتظار لقرارها بشأن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا. تفاصيل أكثر عما قاله الرئيس الفرنسي في هذا الشأن. تحياتي شادي ليك وللزميلة ريهام ولكل السادة المشاهدين. خلال مؤتمر صحفي مقتضب وقصير جدا بعد انتهاء اليوم الثاني لهذه القمة الاستثنائية التي عقدت ببروكسل، شادي تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أهم الملفات، كان ملف طبعا تقليل الواردات من النفط الروسي إلى أوروبا، وأيضا إنشاء جيش أوروبي موحد، ثم مشكلة الأمن الغذائي التي كان قد حذر منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شادي منذ أكثر من شهر، وبصفة خاصة أنه هناك 20 مليون طن متواجدة في على الأراضي أو في المواني الأوكرانية. يقال هنا في الصحف الفرنسية وفي الصحف الأوروبية بأن هذه المواني هي مواني ملغمة وتحت الحصار الجيش الروسي، وكان هناك محاولات من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني للحديث مع الرئيس الروسي، هذا ما أكده الرئيس ماكرون، في محاولة لحلحلة هذا الموضوع ومحاولة إخراج هذه الكميات حتى ولو بريا وإيصالها إلى رومانيا، ثم تحويلها من رومانيا بمساعدة بعض من الدول التي ذكرها الرئيس الفرنسي، وذلك في محاولة لإيصالها إلى الدول الأفريقية. تحدث أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم على أنه تواصل مع الرئيس الوحدة الأفريقية وهو الرئيس السنغالي في هذه الفترة عن أن فرنسا وأن الدول الأوروبية
تحرص على عدم يعني تطور هذا الأمر وعدم وقوع الأزمة الغذائية في القارة الإفريقية، وأن هناك خطوات بيتم العمل عليها سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول الكبرى لتوفير الغذاء والقمح حتى لا تتسبب الأمور في أوكرانيا أو الأزمة في أوكرانيا بإحداث مجاعة في الدول الإفريقية وفي بعض من الدول حتى الأوروبية. ولهذا كان هذا الملف يعتبر أحد أهم ثلاث ملفات تم مناقشتهم على مدار يومين في بروكسل. شادي، طيب خالد، يعني على الرغم من فعلا ارتفاع نسبة التضخم في فرنسا يعني لأعلى مستوى له أو لها يعني للتضخم منذ عام 1985، إلا أن موقع بلومبرج أيضا قال أن فرنسا استطاعت أن تحافظ على أقل نسبة تضخم أو أقل ارتفاع يعني في نسبة التضخم من باقي دول الاتحاد الأوروبي باستثناء مالطا، كيف تم ذلك؟ الحقيقة جريدة ليزيكو ريهام تحدثت اليوم عن جهود الحكومة الفرنسية السابقة وبصفة خاصة في إطار مجال تثبيت أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للأسر وتقديم بعض من المساعدات إلى الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والنقل. وهذه التكلفة كلفت فرنسا أكثر من حوالي 25 مليار يورو، وفرنسا بالفعل هي أقل الدول تأثرا فيما يخص التضخم، إلا أن التضخم وصل اليوم إلى 5.2%، والعقوبات للأسف الشديد التي أو الحزمة السادسة التي تم الاتفاق عليها اليوم والعقوبات على روسيا سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الفرنسي، ومتوقع أن تزيد أو يزيد التضخم في فصل الصيف إلى 7%، وأكثر المتفائلين أكد على أنه يمكن أن يصل التضخم في فرنسا إلى 10% بنهاية العام. أسعار النفط مرشحة حسب المصادر الاقتصادية للارتفاع، وبالتالي أسعار المحروقات في فرنسا مرشحة للزيادة. وتعلمين ريهام أن فرنسا على أبواب انتخابات تشريعية في 12 من هذا الشهر، الجولة الأولى و19 في الجولة الثانية، وهي في إطار إعداد قانون للقدرة الشرائية. هناك الكثير من المشاكل يخشى أن تحدث بسبب هذا الارتفاع المستمر في الأسعار، والارتفاع في الأسعار شمل ارتفاع في الأسعار المواد الغذائية والمنتجات الألبان واللحوم وأيضا الزيوت، ومع نقص زيت عباد الشمس. وهناك الكثير من ارتفاع الأسعار أيضا في النقل وفي تذاكر السفر، سواء التذاكر الخاصة بالحافلات أو القطارات أو حتى تذاكر الطيران للمسافات البعيدة. نحن على يعني أبواب زيادة في الأسعار، والتضخم مرشح للارتفاع حسب جريدة ليزيكو الفرنسية المختصة بالشأن الاقتصادي. شكرا لك على هذه المعلومات خالد شقير، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا فرنسا. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمكافحة التضخم المرتفع عن طريق خفض الطلب الاقتصادي، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 3 عقود. وذكرت صحيفة وول ستريت أن بايدن أوجز خطة واسعة من 3 محاور لمعالجة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما داخل الولايات المتحدة، لافتة إلى احتمالية تباطؤ وتيرة نمو الوظائف من وتيرة شهرية تبلغ 500,000 وظيفة إلى حوالي 150,000 كنتيجة ضرورية لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم المرتفع.
تناولت صحيفة واشنطن بوست الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأشار تقرير للصحيفة بأن التضخم أصبح فجأة الشاغل الأكبر لدى الأمريكيين بعدما سجلت أسعار مختلف السلع والخدمات ارتفاعات قياسية. حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية جنرال مارك ميلي الثلاثاء من أن رفع الحصار عن أوديسا بالوسائل العسكرية سيكون عملية خطيرة جداً. وخلال تصريحاته من لندن المحطة الأولى من جولته الأوروبية التي ستشمل فنلندا والسويد أيضاً، أكد ميلي أن تحرير المدينة سيتطلب فتح الممرات البحرية، وهذا يتطلب جهداً عسكرياً كبيراً جداً. ويشارك الجنرال ميلي في اجتماع لرؤساء أركان الدول الغربية الخمس التي تشكل ما يسمى بتحالف العيون الخمس Five Eyes للخدمات الاستخباراتية، والذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم أهلا بك، ويعني دعنا نبدأ بالوضع الاقتصادي، وطبعا يعني التضخم لا حديث الآن إذا تحدثنا عن الوضع الاقتصادي سوى كيفية التعامل مع هذا التضخم الذي لم تشهده الولايات المتحدة منذ سنوات كثيرة أو يعني منذ وقت طويل. ما هو الوضع الآن وما هي أهم الإجراءات التي تتخذ لمواجهة التضخم؟ نعم ريان، بالفعل نسبة التضخم التي سجلت في الولايات المتحدة لم تحدث منذ 40 عام تقريبا، تحديدا منذ عام 1982 حينما يعني تخطت نسبة التضخم حاجز 8.5% على أساس سنوي. منذ بضعة ساعات اجتمع الرئيس جو بايدن مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومع أيضا السيدة جانيت يالن وزيرة الخزانة. وقبيل الاجتماع أدلى بايدن بعدة تصريحات سريعة لعدد من الصحفيين في البيت الأبيض، ذكر بأن يعني هذا الاجتماع هام للغاية يعني تحديد استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة ارتفاعات نسبة التضخم وارتفاعات الأسعار المستمرة منذ شهور. وأمس تحديدا أيضا أصدر رئيس بايدن مقالا في واحدة من أهم الصحف المالية في الولايات المتحدة وول ستريت جورنال، ذكر فيها عدة نقاط متعلقة بالاقتصاد الأمريكي ووضعه الحالي. ذكر بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه تلك الأزمة العالمية من موضع قوة وليس موضع ضعف، وذكر يعني عدة أرقام أهمها بأن نسبة البطالة في أقل معدلاتها، وبأن يعني متوقع هذا العام طبقا لقرار من مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي غير الحزبي، ذكر فيه هذا التقرير بأن الولايات المتحدة ستخفض من عجزها الفيدرالي بواقع $1,700,000,000,000 لأول مرة في التاريخ الأمريكي. ذكر عدة نقاط أخرى متعلقة بخطته لمواجهة ارتفاعات الأسعار من خلال يعني تطوير البنية التحتية والاعتماد على المرافق أو تطوير المرافق، وذكر بأن الخطة المتعلقة بتطوير البنية التحتية ستخفض يعني فاتورة المرافق على الأسر الأمريكية بواقع $500 سنويا. وذكر بعض التفاصيل المتعلقة بأن هناك مشروع قانون يعني يتم تداوله في مجلس الشيوخ الأمريكي، هو يعني مقترح من الحزب الجمهوري، سيزيد من الضرائب على من تقل أو من يعني تصل دخولهم السنوية إلى معدل $100,000. ذكر بأن هذا غير مقبول على الأسر الأمريكية، وبأن القانون أو مشروع القانون الخاص به متعلق بالأسر التي تصل إلى $400,000 سنويا زيادة الضرائب عليها. وبالتالي يعني جو بايدن في الآونة الأخيرة ريهام يحاول بشتى الطرق يعني تقليل نسبة التضخم في المجتمع الأمريكي التي وصلت إلى مستويات قياسية. بالفعل حقق بعض النتائج الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي على مدار العام الماضي عام 2021، ولكن العمليات العسكرية الروسية التي تمت على أوكرانيا والتي يعني بعدها تم فرض عدد من العقوبات الأمريكية الأوروبية على روسيا أثرها وصداها هنا في المجتمع الأمريكي من خلال ارتفاعات أسعار الحبوب الغذائية، ارتفاعات يعني كبيرة للغاية في أسعار الطاقة، جالون البنزين الآن أو جالون الوقود
يعني هو أكثر من 4 دولارات وصولا إلى 5 دولارات ونصف في عدد من الولايات، لأول مرة ربما في التاريخ الأمريكي تكون كل الولايات الأمريكية بالإضافة للعاصمة واشنطن جالون البنزين فيها يتخطى حاجز 4 دولارات، وبالتالي يعني هناك فاتورة باهظة للعقوبات التي فرضت على الجانب الروسي صداها وأثارها تمتد إلى هنا إلى المجتمع الأمريكي. لذلك يحاول جيروم باول وهو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة الفائدة كل شهر بمعدل نصف نقطة مئوية، سيحدث ذلك في الأول من يونيو أو في الأسبوع الأول من يونيو، وسيحدث ذلك أيضا في الأسبوع الأول من يوليو لمحاولة خفض نسبة التضخم، ولكن التخوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود اقتصادي. طيب كريم بشكل سريع، يعني سؤالي الأخير لك هو متعلق برئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي الذي قال أنه رفع الحصار عن أوديسا هو عملية خطرة للغاية، ما أصداء هذه التصريحات؟ مارك ميلي صرح تلك التصريحات في لندن حيث لديه اجتماع استخباراتي مع بريطانيا وكندا ونيوزيلندا، ويعني ذكر ميلي بأن هناك 20 مليون طن من الحبوب الغذائية محتجزة في الأراضي الأوكرانية بسبب محاصرة القوات البحرية الروسية لميناء أوديسا، وأيضا زرع ألغام بحرية في محيط هذا الميناء، وبالتالي رفضت الولايات المتحدة مسبقا عرض بوتين بتخفيف العقوبات الغربية مقابل فتح هذا الميناء، رفض البيت الأبيض هذا المقترح، وبالتالي مارك ميلي تحدث اليوم بأنه لا يمكن يعني العملية عسكرية ستكون محفوفة المخاطر ليعني متابعة السفن البحرية الأوكرانية وخروج الحبوب الغذائية خارج أوكرانيا، ولكن عدد من الجنرالات السابقين والذين أدلوا تصريحاتهم على عدد من القارات الأمريكية اليوم ذكروا بما حدث من مرافقة السفن الأمريكية لشاحنات النفط للسفن الخاصة بالنفط في الخليج العربي بعد المشكلات التي كانت بين الولايات المتحدة وبين إيران في تلك الحقبة، وكانت السفن الحربية الأمريكية ترافق يعني السفن العملاقة يعني التي تحمل النفط، وبالتالي شبهوا الوضع الآن بنفس الأمر، ولكن بشكل عام شادي لا تريد الولايات المتحدة أن تدخل في حربا مع الجانب الروسي، وذكرت مرارا وتكرارا بأن حلف الناتو لن يدخل في حرب مباشرة مع القوات الروسية، ويعني تلك التصريحات التي أدلى بها عدد من الجنرالات اليوم قد تؤدي لاحتكاكات بين القوات البحرية الخاصة لحلف شمال الأطلسي الناتو وقوات البحرية الروسية، وبالتالي مارك ميلي يرفض ذلك تماما، ولكن حتى الآن تجرى مفاوضات بين الجانب الأمريكي الرب كيفية خروج الحبوب الغذائية من أوكرانيا. شكرا جزيلا لك كريم يسري مراسل الإكسترا نيوز من واشنطن. انخفضت صادرات روسيا اليومية من النفط خلال شهر مايو بنسبة 0.4% على أساس شهري، وذلك إلى 664,000 طن، في حين ارتفع الانتاج نحو 1% إلى 1.39 مليون طن. وقالت وكالة إنترفاكس إن إمدادات النفط اليومية إلى الصين زادت بنسبة 2.1% وساعدت زيادة مشتريات الصين والهند في تعويض نقص الطلب من الغرب. أعلنت غاز بروم الروسية قطع تدفقات الغاز إلى شركة أورستيد في الدنمارك وإلى شركة شيل إنرجي لعقدها توريد الغاز إلى ألمانيا، وهذا بعد أن امتنعت الشركتان عن الدفع بالروبل. وأضافت غاز بروم أن قطع التدفقات سيسري من أول يونيو الشهر المقبل، وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، والتي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور في أزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا ومن تحتها 4 عبوات ناسفة وألغام. وأشارت الوزارة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من تراسو 25 بالقرب من منطقة ميكولايف، وتم أيضا تدمير 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية و13 منطقة لتجمع عسكريين، وأيضا صواريخ روسية عالية الدقة نفذت هذه العملية.
أعلن البنك المركزي الروسي أن دول العالم ستعيد التفكير في مخاطر وضع احتياطاتها بالدولار واليورو. وقال المركزي الروسي أن سابقة تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا ستؤدي إلى حقيقة أن البنوك المركزية في العالم ستعيد التفكير في مخاطر وضع احتياطياتها بالدولار واليورو. ومن الممكن توقع زيادة الطلب على الذهب وانخفاض دور الدولار واليورو كأصول احتياطية. للمزيد من التفاصيل ينضم لنا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك حسين، ونتحدث في بدء الأمر عن مصادر من معلومات تفيد بانخفاض صادرات روسيا النفطية اليومية في شهر مايو. حدثنا عن هذه النقطة لو سمحت. نعم شادي، بالفعل بدأت روسيا بتخفيض من صادراتها ومن إنتاجها النفطي بسبب تمنع بعض الدول الأوروبية تحديدا عن استيراد الغاز من روسيا. نعم حسين، هل أنت معنا؟ هل تسمعنا؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بحسين مشيك، نعود طبعا ونتصل به مرة أخرى عندما يتسنى لنا ذلك. تعليقا على كل هذه الأخبار التي وردت فيما يتعلق بانخفاض صادرات روسيا النفطية اليومية في شهر مايو، وأيضا ما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وما يحدث أيضا من قطع لإمدادات الغاز إلى مجموعة من الشركات في أوروبا. طيب، عاد إلينا مرة جديدة حسين مشيك، هل تسمعنا الآن حسين؟ نعم شادي أسمعك. نعم، أكمل نقطتك لو سمحت فيما يتعلق بانخفاض صادرات روسيا اليومية من النفط خلال شهر مايو. نعم شادي، بالفعل روسيا بدأت تخفض من إنتاجها للنفط بسبب تمنع بعض الدول الأوروبية تحديدا عن شراء الغاز والنفط من روسيا، بسبب إلزام روسيا لهذه الدول بدفع مستحقات الغاز بشكل خاص بالعملة الروسية الروبل. روسيا بدأت تتخذ المزيد من الخطوات لمواجهة القرار الأوروبي في إطار بحث روسيا عن أسواق بديلة للأسواق الأوروبية. أيضا روسيا بدأت من تخفيض إنتاجها للنفط وللغاز لكي يكون هذا الإنتاج فقط للداخل الروسي وللدول الصديقة التي تريد استيراد النفط والغاز من روسيا. اليوم شركة غازبروم أعلنت توقيف إمداد الدنمارك بالغاز نظرا لتخلف الدنمارك عن دفع مستحقات الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل. قائمة الدول التي سيتم وقف إمدادها بالغاز ستكبر في الأيام المقبلة نظرا لتمنع هذه الدول عن دفع مستحقات الغاز بالروبل الروسي. في المقابل أيضا شادي، روسيا بكافة الوسائل تبحث عن المزيد من المجالات لتأمين أسواق بديلة للأسواق الأوروبية بسبب علم القيادة الروسية تحديدا على أن الدول الأوروبية في حال حظرت استيراد النفط من روسيا هذا الأمر سيؤدي إلى تأثر الاقتصاد الروسي حتما، وأيضا هذا الاقتصاد في حال تأثر هذا الأمر سيؤدي إلى الانعكاس السلبي على الداخل الروسي. القيادة الروسية والزيارة الأخيرة للوزير لافروف إلى الصين كانت في إطار بحث روسيا عن المزيد من الأسواق البديلة. أيضا الزيارة التي يقوم بها الآن الوزير سيرجي لافروف إلى الدول العربية وتحديدا إلى الدول الخليجية تأتي في إطار أيضا السعي الروسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبين هذه الدول. نعم حسين، كان هناك اتهامات يعني من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز وأيضا رئيسة المفوضية الأوروبية يتحدثون عن أن روسيا هي المسؤولة عن أزمة الغذاء الموجودة الآن. هل هناك أي أصداء يمكن أن تحدثنا عنها داخل روسيا لهذه التصريحات والاتهامات؟ ريهام، بالنسبة لأزمة الغذاء، روسيا أعلنت مرارا عن استعدادها للمساعدة في تخفيف
حدة هذه الأزمة، لكن بشرط رفع الغرب كافة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا على إثر إعلانها عملية عسكرية خاصة في المدن الأوكرانية. اليوم وزير الخارجية سيرجي لافروف أكد استعداد موسكو للمساعدة في تصدير المواد والحبوب من أوكرانيا، لكن ذلك يجب أن يتزامن مع إزالة القوات الأوكرانية لكافة الألغام التي وضعتها القوات الأوكرانية بداخل الموانئ. حسب المراقبين هنا في الداخل الروسي، فالمراقبين يسألون بطبيعة الحال، فكيف لروسيا يمكنها أن تصدر المنتجات الزراعية والمواد الغذائية إلى الدول الغربية وهذه الدول لا زالت تفرض المزيد من العقوبات على روسيا؟ من حق روسيا ومن حق الجانب الرسمي الروسي من حقه وقف تصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية إلى الدول الأوروبية والدول الغربية لطالما هذه الدول لا زالت مستمرة في فرضها المزيد من العقوبات. هنا المواطن الروسي يسأل تحديدا الدول الأوروبية، فلماذا تريدون من روسيا استيراد المواد الغذائية والمواد الزراعية، أي المواد التي يحتاجها السوق الأوروبي، وبالمقابل تفرضون المزيد من العقوبات على روسيا، حتى أن هذه العقوبات طالت رأس الكنيسة الروسية بسبب العملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية. روسيا من غير الممكن أن تقدم المساعدات وأن تساعد في تخفيف حدة أزمة الغذاء لطالما الغرب مستمر في فرض العقوبات على روسيا. في حال أراد الغرب تخفيف حدة هذه الأزمة فعليه الجلوس على الطاولة والتفاوض مع الطرف الروسي من أجل حل هذه الأزمة، وهذا التفاوض لن يبدأ إلا بعد رفع العقوبات عن موسكو، هذا ما تؤكده الدوائر الرسمية في روسيا. طيب حسين، يعني نذهب إلى وزارة الدفاع وبيانها الدائم اليومي، أعلنت أنه تم العثور في أزوفستال على شاحنة محملة يمكن بجثث 152 مقاتلا، بالإضافة إلى معلومات أخرى حول سير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. حدثنا عن بيان وزارة الدفاع. نعم شادي، بالنسبة لسير العملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية، تواصل القوات الخاصة في الجيش الروسي التقدم والقضاء على المقاتلين الأوكرانيين الذين هربوا إلى الغابات المتاخمة لمدينة كراسني ليمان. هذه المدينة التي سيطرت عليها القوات الروسية في الأيام الماضية، إلا أن بعض المقاتلين الأوكرانيين تمكنوا من الفرار إلى الغابات القريبة من المدينة، ويستخدمون الآن مدافع التي تم تزويدهم بها من واشنطن وبريطانيا، لكن بالمقابل الدفاع الروسي تؤكد على استهداف معاقل هؤلاء المقاتلين داخل الغابات في الأيام المقبلة. أيضا في الجهة المقابلة شادي، هناك تقدم للقوات الروسية في منطقة دونباس وتحديدا في مدينة سيفردانيتسك، هذه المدينة التي تم السيطرة عليها بشكل شبه كامل، لكن أيضا بعض المقاتلين تمكنوا من الفرار إلى الغابات القريبة من المدينة. القوات الروسية تلاحق هؤلاء المقاتلين داخل الغابات ليتم تأمين هذه المدينة بشكل كامل، حيث تعتبر شادي مدينة سيفردانيتسك هي آخر معاقل القوات الأوكرانية داخل إقليم لوغانسك وداخل حدود إقليم لوغانسك الإدارية، كما يتم النظر إلى هذه الحدود من قبل الجانب الروسي ومن قبل السلطات إقليم لوغانسك المدعومة من قبل روسيا. أيضا وبالنسبة لبيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين كشف عن وجود عدد كبير من الجثث تحت مصنع أزوفستال. هذه الجثث كانت ملغمة من قبل القوات الأوكرانية. حسب تأكيد كوناشينكوف على أن القوات الأوكرانية كانت تريد اتهام القوات الروسية بتفجير رفات جثث القوات الأوكرانية، وأيضا كوناشينكوف تعهد باسترجاع هؤلاء الرفات إلى ذويهم في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة.
كوناشينكا في بيانه اليوم أيضا كشف عن المزيد من المستندات والمعلومات التي تم الحصول عليها من قبل الأسرى الذين استسلموا إلى القوات الروسية في مصنع أزوفستال. تحديدا هذه المعلومات تفيد على أن القوات الأوكرانية كانت تخطط للمزيد من الاستهدافات للمناطق الروسية، المناطق الروسية الحدودية تحديدا شادي. هذه الاستهدافات في حال لو تمت، القوات الأوكرانية كانت ستستخدم المواد السامة، المواد الكيميائية. وزارة الدفاع الروسية، ولو نعود إلى مدينة كراسني ليمان، وزارة الدفاع اليوم أعلنت على أن القوات الأوكرانية كانت تريد تحصين هذه المدينة، وشبهتها وزارة الدفاع على أن القوات الأوكرانية كانت تريد من مدينة كراسني ليمان جعلها كقلعة للتحصن بداخل هذه المدينة، لكن القوات الخاصة في الجيش الروسي تمكنت من عملية استباقية من تحرير هذه المدينة ومن طرد القوميين الأوكرانيين كما تصفهم موسكو خارج حدود المدينة. الآن لا زال المقاتلين الأوكرانيين داخل الغابات المتاخمة لهذه المدينة. تعمل القوات الخاصة للجيش الروسي والقوات إقليم دونيتسك على تحرير هذه الغابات من قبل القوميين الأوكرانيين. حسين، البنك المركزي الروسي أعلن أن دول العالم ستعيد التفكير يعني في مخاطر وضع احتياطياتها بالدولار واليورو، طبعا ده على خلفية العقوبات الاقتصادية التي وقعت على روسيا وعلى البنوك الروسية. ما هو يعني أثر فعلا هذه العقوبات على الروبل؟ بالتأكيد الهدف كان هو تقويض يعني القوة الروسية فيما يخص هذه العملية، وكما يذكر يعني قادة الغرب الهدف من العقوبات كان إنهاء هذه العملية العسكرية. كيف انعكست هذه العقوبات على الاقتصاد وعلى الروبل في روسيا حسين؟ نعم ريهام، قبل شرح انعكاس العقوبات على الاقتصاد الروسي، لأن هذا الأمر تم الحديث عنه في الأيام الماضية بشكل كثير، دعيني أشير إلى ما قاله اليوم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي. باتروشيف اتهم بولندا بالبدء لاحتلال القسم الغربي الأوكراني، وأكد باتروشيف على أن الزيارة الأخيرة للرئيس البولندي إلى الأراضي الأوكرانية وكلام الرئيس البولندي عندما أعلن عن أن الحدود البولندية الأوكرانية سوف تتلاشى في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة، هذا الكلام تتهم به موسكو الجانب البولندي تحديدا بالبدء بالاحتلال القسم الغربي لأوكرانيا. أيضا باتروشيف أكد على أن الغرب يريد تحقيق مصالحه الجيوسياسية على الأراضي الأوكرانية غير آبه بمصالح الشعب الأوكراني، هذا ما أتى اليوم في تصريحات سكرتير مجلس الأمن الروسي. أيضا وبالنسبة للعقوبات الغربية وكيف أثرت هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي، بالفعل ريهام تأثر الاقتصاد الروسي ولا أحد يمكنه أن ينكر هذا الشيء، لكن هذا التأثر أو حجم التأثر ليس كما يتم الإعلان عنه في الدول الغربية والدول الأوروبية. لغاية الآن الحكومة الروسية قدمت المزيد من التعويضات المالية للشركات الكبرى والشركات المتوسطة والشركات الصغرى، أيضا الحكومة الروسية دعمت قطاعي الزراعة والصناعة، العملة الروسية الروبل ترتفع كل يوم بشكل كبير أمام العملة الأجنبية، لكن هذا التحول أو هذا الارتفاع للعملة الروسية الجانب الروسي يعول على ارتفاعه أكثر في فصل الصيف القادم، نظرا إلى إمكانية تحويل كافة مدفوعات الصادرات الروسية إلى العملة الروبل. المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج بالفعل انقطع بعض من هذه المواد، لكن الحكومة الروسية تقدم المزيد من الطمئنات إلى الشركات الروسية على تأمين هذه المواد في الأشهر المقبلة. أيضا من جانبه المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف أكد على استطاعة الاقتصاد الروسي التغلب على العقوبات الغربية في المدى القصير، وأيضا بيسكوف أعرب عن أمله في استبدال المنتوجات الأجنبية بمنتوجات محلية الصنع. الجانب الرسمي تحديدا في الداخل الروسي يريد بالفعل استبدال كافة المنتوجات التي يتم استيرادها من الخارج بمنتوجات محلية الصنع،
بعض الشركات التي أكفلت في بداية الأزمة عادت إلى السوق الروسي واستأنفت أعمالها، والبعض الآخر وعلى سبيل المثال شركة المطاعم وجبات السريعة ماكدونالدز باعت أصولها ومراكزها في الداخل الروسي إلى رجل أعمال روسي في منتصف شهر يونيو المقبل. سوف يعاد افتتاح هذه المطاعم مع إبقاء كافة الموظفين وإبقاء سلسلة الأكلات وسلسلة الوجبات التي كانت تقدمها مطاعم ماكدونالدز. أيضا بالنسبة للشركات الأخرى التي لا زالت مقفلة لغاية الآن، لا زالت هذه الشركات تدفع رواتب الموظفين وتدفع أجور المراكز التجارية التي كانت تستخدمها في الداخل الروسي. في حال أوقفت هذه الشركات رواتب الموظفين أو أوقفت دفع أجور المراكز التجارية، عندها روسيا ستنظر في إمكانية تأميم هذه الشركات. هذا القرار لا زال لغاية الآن يتم درسه من قبل الحكومة الروسية، لم يتم تبنيه. روسيا تنظر إمكانية تأميم الأصول الروسية في الخارج ليتم على شيء مقتضاه. نعم شادي. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو. رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وخلال مؤتمر صحفي بكييف مع نظيرته السلوفاكية سوزانا كاباتوفا انتقد زيلينسكي ما وصفه بالتأخير غير المقبول في اتفاق دول الاتحاد على أحدث العقوبات. كما أعلن أن كييف تخطط لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية. أعلن حاكم إقليم لوغانسك الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت خزانا لحمض النيتريك في سيفرودونيسك شرقي البلاد، وحذر الحاكم من مخاطر الأبخرة السامة بسبب القصف، كما دعا السكان إلى البقاء في الملاجئ. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف الزميل محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز. محمد أهلا بك، ويعني كما قرأ لنا شادي هذا الخبر، الخبر الخاص باستهداف يعني هذا الخزان الذي يخرج أبخرة سامة في سيفيرودونيتسك، يعني حدثنا أكثر بتفاصيل عن الوضع هناك بعد تفجير هذا الخزان. مساء الخير. طبعا الوضع سيء وفق التصريحات الأوكرانية باعتبار الاستهداف الروسي كان لهذا المخزن، وبدأت انتشار واسع ربما للمواد يقال بأنها سامة ويمكن أن تؤثر على المدنيين الذين يعيشون بالقرب من تلك المنطقة التي يقع في هذا المخزن. لذلك كانت هناك دعوات أمسيت هذا اليوم للسكان بالبقاء في أماكنهم وإمكانية طبعا غلق النوافذ وغيرها. طبعا هذه الإصابة تأتي في خضم المعارك الدائرة في سيفيرودونيتسك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على مدار الساعات والأيام الماضية، باعتبار أن المدينة أصبحت الهدف الروسي الآن للقوات الروسية. طيب يعني محمد، الرئيس الأوكراني كان له يمكن بعض التعليقات فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، رحب بها طبعا، ولكنه قال أنه من غير المقبول في اتفاق دول الاتحاد أنه يكون في تأخير على أحدث هذه العقوبات. ما أهم ما قاله الرئيس الأوكراني في هذا الشأن؟ نعم، في الكلمة المسائية للرئيس الأوكراني والتي نشرها عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، رحب بالعقوبات الغربية واعتبر بأنها ستدفع أو ستضغط أكثر على الجانب الروسي، وقال بأن الأموال التي كان من المفترض أن تتحصل عليها روسيا كانت ستذهب إلى تمويل الجيش الروسي الذي وفقه يقوم بعمل عدواني ويقتل الأوكرانيين. طبعا إلى ذلك أيضا أضاف الرئيس الأوكراني وشدد على ضرورة أن يتم البدء في تنفيذ هذه العقوبات بسرعة كاملة. طبعا الجانب الأوكراني يرى بأن الوقت ليس في صالحه،
أي قرار سواء ما تعلق بقضية العقوبات أو بقضية تقديم أسلحة إلى أوكرانيا يجب أن يتم بسرعة حتى ربما يعيق هذا الأمر الجيش الروسي والجانب الروسي في مواصلة هذه الحرب على الأراضي الأوكرانية. محمد، الجيش الأوكراني أعلن أيضا أن التهديد العسكري من بيلاروسيا مستمر وأن هناك حركة يعني أو تهديد بالصواريخ والضربات الجوية، يعني ما الذي أو ما هو المبرر يعني لهذه التصريحات أو يعني ما هي خلفية هذا الاتهام؟ نعم، إذا قرأنا التصريحات التي توردها بشكل يومي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على الأقل على مدار الأسبوعين الأخيرين، نقرأ بشكل يومي أن التهديدات لا زالت قائمة لضرب الأراضي الأوكرانية انطلاقاً من الأراضي البيلاروسية. ربما زادت هذه التحذيرات بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة مع نشر القوات الروسية لمنظومة الصواريخ إسكندر على بعد نحو 50 كيلومترا من الأراضي الأوكرانية بمنطقة بريس، وكان لهذا الأمر تفاعل هنا في أوكرانيا، وزادت المخاوف من إمكانية شن روسيا لغارات جوية، خاصة وكما نعرف أن الأراضي البيلاروسية كانت منذ الأيام الأولى لهذه الحرب منطلقا للقوات الروسية سواء للدخول إلى الأراضي الأوكرانية وبلوغها حتى محاور العاصمة كييف أو حتى لضرب أهداف من خلال القصف الجوي لمختلف الأماكن، خاصة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك في المناطق الغربية وفي المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد. طبعا ما زال الجانب الأوكراني يعتبر بأن روسيا أو بيلاروسيا عفوا هي تعمل أو تستخدم من قبل روسيا ضمن هذه الحرب، وبأن بيلاروسيا مشاركة بشكل غير مباشر مع الجانب الروسي في استهداف الأراضي الأوكرانية. ماذا عن الجثث التي عثرت في مصنع أزوفستال حوالي 152 جثة؟ قالت طبعا روسيا إنها ليست مسؤولة عن هذا، إنهم لجنود أوكرانيين وتعهدت بتسليم رفاتهم إلى أوكرانيا. شادي، في الحقيقة لم نقرأ اليوم أي تعليقات رسمية من الجانب الأوكراني بشأن هذه القضية، كل ما ربما تداوله هو الرؤية الروسية في هذه النظرة. ربما خلال الساعات القادمة قد تظهر بعض المعلومات المتعلقة بهذه المسألة، خاصة وأن أوكرانيا دائما كانت تطالب ب يعني الحصول أو في قضية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي، كانت تطالب الجانب الروسي بأخذ جثث الجنود الروس الذين قتلوا على الأراضي الأوكرانية وكذلك الحصول على جثث الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا أيضا في مختلف مناطق البلاد خاصة المنطقة الشرقية وبالذات في منطقة ماريوبول. كيف يتم العمل والتواصل محمد ما بين المحكمة الجنائية الدولية وجهات التحقيق في أوكرانيا فيما يخص جرائم الحرب، خصوصا أن هناك تصريحات للمدعي العام للمحكمة بأنه سيتم فتح مكتب للجنائية الدولية في أوكرانيا الأسبوع القادم؟ نعم، هي منذ الكشف عن مجازر مدينة بوتشا وكذلك ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف زادت الحركة للمحققين الدوليين وخاصة من الدول الغربية، نتحدث هنا عن فرنسا وبعض دول البلطيق الذين أرسلوا محققين رسميين إلى العاصمة الأوكرانية كييف للتحقيق في هذه الجرائم. أيضا المدعي العام الدولي كان وصل هنا إلى أوكرانيا. طبعا هناك تنسيق مثل ما تقول طبعا السلطات الأوكرانية، تنسيق كبير يتم بين المدعي العام أو مكتب الإدعاء العام الأوكراني وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، العديد من الشركاء الغربيين الأوروبيين في الأساس وكذلك مع المحكمة الجنائية الدولية. طبعا هذا الأمر يأتي كما ذكرت منذ أحداث بوتشا وضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ومن المرتقب أن يزيد الدور للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للعديد من المحققين الدوليين باعتبار كما يقول
يقول الجانب الأوكراني هناك الكثير من الجرائم المسجلة في مختلف المناطق الأوكرانية، خاصة في تلك المناطق التي لم تعد السلطات الأوكرانية أو الجيش الأوكراني يسيطر عليها في جنوب وكذلك شرق البلاد. طيب، إذا تحدثنا عن المشكلة المزمنة الموجودة الآن وهي تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج، نتحدث طبعا عن أوداسا وميناء أوداسا. فيما يتعلق بهذا الشأن، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية أنه رفع الحصار عن أوداسا بالوسائل العسكرية سيكون عملية خطرة جدا على حد تعبيري. إذن هذا أيضا يعني من الممكن أن يتسبب في إحباط لدى النظام في أوكرانيا الذي كان يعول يمكن أو يعتمد على تخليص أوداسا من هذه المحاصرة الروسية بوسائل عسكرية. الجانب الأوكراني شادي يرى بأن الكرة الآن في ملعب الروس باعتبارهم هم من يحاصرون هذه الموانئ، وطبعا هم يرون أنفسهم في مركز دفاعي الآن على الموانئ، وخاصة هنا الحديث بشكل رئيسي على ميناء أوديسا، الذي يرى الجانب الأوكراني بأن القوات الروسية لم تستطع دخول المدينة بفضل الدفاع المستميت الذي كان هناك. طبعا الآن ربما تحتاج أوكرانيا كما يقول المسؤولون إلى ضغط دولي كبير على روسيا من أجل الوصول إلى اتفاق يسمح برفع هذا الحصار، ولم تكن هناك عملية، ربما باعتبار أنه مثل ما ذكرت شادي أنه الأمر يبدو مستحيلا من الناحية النظرية لاستبعاد القوات الروسية التي تسيطر على منطقة البحر الأسود، لها قوة كبيرة ولها حجم كبير من ربما من السيطرة في هذه المنطقة باعتبار أسطولها وكذلك باعتبار قوتها العسكرية المتمركزة على مختلف جوانب هذه المنطقة. إذا حدث صراع في منطقة البحر الأسود لن يكون تأثيره فقط على أوكرانيا ولكن على مختلف الدول المجاورة ومنها من بينها كما نعرف دول حلف شمال الأطلسي الناتو. لذلك ربما الطرق إن لم تنجح عملية رفع الحصار بالطرق الدبلوماسية والضغط الدبلوماسي على روسيا، فالآن يتم التفكير مثل ما ذكرنا ربما في نشرات سابقة في طرق بديلة عبر المناطق الغربية وكذلك عبر رومانيا. صحيح، ولكننا ذكرنا سابقا أيضا أنه هذا هو مكلف للغاية وأن الطرق ليست يعني مؤهلة والسكك الحديد خاصة في رومانيا يعني ليست بالدرجة الجيدة التي تسمح بنقل هذه الحبوب إلى رومانيا ثم عبر موانئ رومانيا. فعلا التكاليف كبيرة والصعوبات متعددة في كلا الطريقين سواء طريق غرب أوكرانيا أو كذلك الطريق الروماني. لذلك الآن بين المطرقة والسندان، بين المطرقة الروسية وسندان هذه الصعوبات، ولذلك من الممكن الآن البحث الآن عن بدائل، لذلك تزداد عملية التفاوض وعملية المناقشة على أعلى مستوى، لأن القضية لم تصبح قضية متعلقة في بأوكرانيا فقط كما يرى المسؤولون هنا، بل أصبحت قضية عالمية باعتبار تأثيراتها الكبيرة على العديد من دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في المنطقة الإفريقية التي تستورد الكثير من الحبوب ومشتقاتها من الأراضي الأوكرانية. ولذلك الآن الدور كما يقول الجانب الأوكراني يجب أن يكون دورا دوليا وتشارك فيه الأمم المتحدة. وهنا ربما أشير إلى النقاش الذي ذكره اليوم وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا مع الكبير مع مستشار السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والذي تطرق إلى هذه المسألة بشكل رئيسي، وقال الوزير الأوكراني اليوم إنه يتم التنسيق مع الأمم المتحدة والعديد من الشركاء الدوليين للبحث عن مخرج لهذه الأزمة، والتي هي في الحقيقة أزمة دولية صارت وليس أزمة أوكرانية فقط. محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز من أوكرانيا، شكرا جزيلا لك محمد. إذن مشاهدينا، حديث الأخبار ما زال معكم ونتواصل بمزيد من الفقرات بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد ومتابعة لتداعيات العملية العسكرية الروسية على الاقتصاد العالمي. في ضوء ارتفاع معدلات التضخم عالميا وارتفاع أسعار السلع وانخفاض معدلات النمو، متى يمكن أن نخرج من هذه الأزمة؟ وما هي سيناريوهات المواجهة؟ كل ده هنناقشه مع ضيفنا عبر سكايب دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور أهلا بيك، ويعني بيسعدنا أنك موجود معنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا فندم، ويعني سعادة لي وشرف لي. شكرا يا فندم. دكتور، الاقتصاد العالمي بيمر بأسوأ أزمة له منذ الحرب العالمية الثانية وفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي. إيه الأسباب الحقيقية لأزمة الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي؟ مجموعة من العوامل هي اللي أدت إن النهاردة في ضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي بشكل كبير. يمكن العالم خرج من أزمة كبيرة اسمها كوفيد-19 في 2020، ومنتصف في 2021 بدأت تعافي جزئي للاقتصاد، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن قضت على الأخضى واليابس كما يقال يعني، وأصبحت أنها أصيب العالم كله بالشلل الاقتصادي. مجموعة من العوامل أثرت على الاقتصاد العالمي، أو مجموعة من الضربات تلقاها الاقتصاد العالمي. عندنا أزمة كورونا لكوفيد-19، عندنا الأزمة الروسية الأوكرانية، كان عندنا ظلال، وعندنا ما يطلق عليه أزمة التغيرات المناخية اللي أثرت، وفقا لمنظمة الفاو العالمية أعلنت أنه الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 30%. كل هذه العوامل نتج عنها أنه بدأت الأزمة الاقتصادية تتبلبر أو تتزايد بشكل كبير جدا، مع زيادة أسعار الطاقة. والطاقة يعني بنتكلم على أسعار النفط، البترول والغاز الطبيعي، وبالتالي أصبحت كلفة الإنتاج تزايدت بشكل كبير، وأصبحت تكلفة السلع والخدمات تتزايد، وبالتالي أصيب العالم بما يطلق عليه زيادات الأسعار اللي هو التضخم. النهاردة يمكن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت أن معدل التضخم من لديها 8.1%. طبعا هذا رقم كبير جدا عما يعني كان في السابق. احنا بنتكلم على دول الاتحاد الأوروبي، أقصى رقم حققته في حتى 2018-2017 كان في حدود 2% أو 3%. عندما يزيد لي 8.1، متوقع أنه يزيد مع نهاية العام ل 9.5%، ده رقم كبير. نفس الكلام للولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز معدل التضخم أو معدل زيادة الأسعار إلى 8.5%. طب الزيادات في الأسعار دي نتج عنها إيه؟ نتج عنها أن في تكلفة عالية في الإنتاج نتيجة زيادات الأسعار، والطلب بدأ يقل، وبالتالي العالم قد يواجه ما يطلق عليه كساد تضخمي، يعني انخفاض في حركة الشراء والبيع بشكل كبير. لكن في نفس الوقت عندنا السلع برضو أسعارها بتزيد، يعني السلع بتزيد والحركة البيع والشراء بتقل، فده يعتبر كساد تضخمي. ده طبعا لو حصل وبدأ النهاردة بوادر دي أنه حركة التجارة على مستوى العالم بتقل، حركة نمو الاقتصاد العالمي بدأ يقل، ففي ضبابية في المشهد. بالإضافة إن أنا عندي عامل خارجي عن هذه القصة، اللي هي أو عامل ليس للأزمة الروسية الأوكرانية بقى، اللي هي حرب تكسير العظام ما بين جبهتين، ما بين الولايات المتحدة من ناحية وما بين الصين من ناحية، في ما يطلق عليه حرب العملات. الولايات المتحدة عايزة تزيد وتجعل الدولار هو العملة الأولى على مستوى العالم، وبالتالي بدأت ترفع معدل الفايدة عشان تزيد الطلب وطبعا تعالج التضخم من عندها من ناحية، لكن الهدف الأساسي برضو آخر هو زيادة الطلب على الدولار. نفس الكلام الصين بدأت تتعامل بتعاملات من خلال ما يطلق عليه تعاملات بالعملات الوطنية أو العملات المحلية مع روسيا مع الهند. هناك حديث أن يكون هناك تعامل بينها وبين السعودية في النفط بالعملات المحلية، وأيضا إطلاقها إلى العملة الرقمية اللي هي الإيوان الرقمي، وبالتالي عندنا حرب أخرى، حرب اقتصادية بين عملات، بين عملات دول كبيرة بتتحكم في الاقتصاد العالمي. نعم. معدل النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية تساهم في 18% من حجم الناتج المحلي العالمي، الناتج الإجمالي العالمي، والصين يعني بتتحكم في حوالي 15.5-16%. يعني هما الدولتين تلت اقتصاد العالم أو تلت إنتاج العالم هما اللي بينتجوه. نعم. فدي حرب أخرى موجودة. طيب. فدي مشهد ضبابي في هذا الشأن يعني.
طب دكتور، يعني الشهر اللي فات خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 ل 3.6% بانخفاض عن تقديراته السابقة اللي كانت بتبلغ 4.4% في شهر يناير الماضي. تأثير ده إيه على حركة التجارة والاقتصاد في العالم؟ هو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خفضوا توقعاتهم عن الاقتصاد العالمي في عام 22 مرتين. المرة الأولى كان 4.9%، ده كان التوقع العام، ثم انخفض من 4.9 زي ما حضرتك تفضلت وقلت إلى 4.4، ثم انخفض مرة أخرى التوقع إلى 3.6، وأعتقد أنه سوف يكون انخفاض آخر ل 3.2. ده معناه إيه؟ إن معناه إنه حركة التجارة ما بين الدول بدأت تنخفض، وده موجود لسبب يعني ظاهر وواضح هنقوله فيما بعد. ايضا انه حركه رؤوس الاموال بين الدول بدات تنخفض، حركه الاستيراد والتصدير بدات تنخفض. هناك يعني ممكن نطلق عليه كده كآبه في المشهد الاقتصادي على مستوى العالم. العالم اصبح او الشركات والمصانع بدات هناك حركه تباطؤ بسبب انه سلاسل الامدادات من الخامات. انا عشان انتج سلعه او خام او بضاعه او منتج لابد من يجي لي مواد خام ومكون سلعي. طب المكون السلعي ده النهارده للأسف بدأ حركته تتباطأ، لأنه في دول كثيرة بدأت تتقوقع على نفسها، بدأت لا تقوم بالتصدير، تقلل من صادراتها خاصة في الحصيلات أو المنتجات الزراعية والغذائية، وبالتالي بدأ هناك تباطؤ في الإنتاج، تباطؤ في حركة سلاسل الإمدادات من السلع. أيضا ارتفاع كلفة البترول والنفط بشكل كبير. النهاردة برميل النفط زاد عن $121 للبرميل، وده رقم كبير جدا. يمكن كنا نأمل أن يكون هناك ضخ من إنتاج من أوبك أو أوبك بلس، لكن للأسف هناك برضو يعني توجه إلى زيادة أسعار النفط بشكل كبير، وبالتالي هيأثر على تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار على مستوى العالم. النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي قالت في مقابلة إعلامية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قالت إذا تمكنت الصين من التعامل مع الرياح المعاكسة على المدى القريب فيما يتعلق بكوفيد-19 وغير ذلك من الظروف، فإنها ستبقى بالطبع أحد محركات النمو المهمة. هل نمو الصين يعني يظل عامل استقرار الاقتصاد العالمي؟ طبعا بكل تأكيد. احنا الصين زي ما قلت هي بتتحكم في 16% ويمكن تزيد من حجم الناتج او الانتاج العالمي الاجمالي العالمي بشكل كبير. ايضا الصين حركة التجارة اللي يعني بيتم التبادل التجاري بينها وبين الدول حجم كبير جدا، يتجاوز من اكتر من حوالي 12 تريليون. فده معناه ان الصين قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبالتالي تفوق الصين او تغلبها على كوفيد-19 ويعني حتى الموجه الرابعه والموجه الخامسه الموجوده فيه، وايضا خروجها من الازمه الموجوده حاليا، لان الصين حاليا بين شقي راحه، يعني ما بين التعاون والتعامل مع روسيا الحليف الخاص بها والتعامل مع دول الاتحاد الاوروبي اللي هي بتتعامل معهم في حجم استثمارات يتجاوز $700 مليار. وبالتالي فيعني الصين عندما يعني تتفوق على نفسها، تتفوق على الأزمات الموجودة الداخلية لديها، أعتقد أنها محرك أساسي في اللعبة الاقتصادية. وأعتقد أيضا أن بعد نهاية هذه الأزمة الروسية الأوكرانية اللي نأمل بإذن الله أنها تنتهي قريبا، هيكون هناك إعادة لصياغة المشهد الاقتصادي. لن يعود الولايات المتحدة الأمريكية هي العامل الوحيد أو الاقتصاد الأول، لكن هيطلع مكونات اقتصادية متعددة ومتنوعة بشكل كبير، دي اللي هتكون هتحرك الاقتصاد العالمي. هيكون في روسيا والهند والصين كقوة اقتصادية، هيكون دول زي دول أمريكا اللاتينية قوة اقتصادية، دول الاتحاد الأوروبي النهاردة بنجد إنها تعيد المشهد. النهاردة دول الاتحاد الأوروبي بتحاول تبتعد عن الغاز الروسي، ممكن النهاردة كان في قرار إن هو هيتم اتخاذ قرارات ب البعد عن الغاز الروسي اعتبار من عام 2023، وده معناه التوجه لطاقة جديدة، للطاقة الجديدة والطاقة النظيفة والتوجه لمصادر أخرى. فاللعبة نفسها أو يعني نقول قواعد اللعبة الاقتصادية في العالم هتتغير بشكل كبير. البعض يرى في قرارات البنوك المركزية برفع الفايدة أنه ده مش الحل الكافي لمواجهة أزمة التضخم، لأي مدى بتتفق أو تختلف مع هذا الرأي؟
زيادة أسعار أولا هو البنوك المركزية بدأت ترفع الفايدة ليه؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لما أخذت سياسات التجديد اللي هي زيادة رفع الفايدة، وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 22 رفعت الفايدة مرتين من 0.25% إلى 0.5% أو من 0.5% إلى 1%، ومتوقع أن في يونيو القادم يكون هناك رفع بحوالي 0.25% تقريبا. طب ده التشدد أو الانغلاق في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة سعر الفايدة ده لعاملين، واحد اللي هو معالجة التضخم وزيادة الأسعار عندها، وأيضا في الناحية الأخرى إنها حرب ما بينها وبين الصين على قوة العملة التي لديها. طيب بقية البنوك المركزية، ممكن أقول إن البنوك المركزية التي لها فائدة منخفضة إنها بتحاول تزيد من الفايدة عشان تبتعد عن ما يطلق عليه الدولار، اللي هو توجه الناس إلى الحصول على الدولار بدل من العملات المحلية. لكن خلينا نقول هو النهاردة التضخم الموجود في العالم أو زيادة الأسعار ناتج عن انخفاض أو زيادة في الطلب وزيادة في حركة القوى الشرائية، ولا زيادة في السلع أو سعر السلعة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج؟ لا، هو الواقع الأمر أن زيادة السلع أو زيادة قيمة السلع هو ده العامل الأساسي الموجود الذي يسبب التضخم أو يسبب زيادة الأسعار، وبالتالي إن أنا أعالجه بيرفع الفايدة ده معناه إن أنا بقلل القوى الشرائية التي هي في الأصل ضعيفة، وبالتالي ليس هو الحل الوحيد. الحل هو إن أنا أقلل كلفة المنتج، كلفة السلعة. طب أقللها إزاي؟ إن أنا أزيد من عملية تصدير، أزيد من عملية الإنتاج المحلي، أخلي معظم المكون المنتج المحلي بمكون سلعي محلي لا يتحكم فيه، تحقيق اكتفاء ذاتي، تقليل فاتورة الاستيراد، كل دي عوامل، أشجع استثمار، كل دي عوامل تزيد من حركة وقوة العملة المحلية مقابل العملة اللي هي الدولار اللي هي العملة الصعبة. التضخم يا دكتور يعني في منطقة اليورو سجل مستوى قياسي بلغ 8.1% في شهر مايو وسط ارتفاع يعني تكاليف الطاقة والغذاء اللي غذتها جزئيا الأزمة الروسية الأوكرانية. بتحلل النسبة دي إزاي؟ النسبة دي جات نتيجة أنه ارتفاع سعر الطاقة النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير، الضغوط اللي بتمارسها روسيا أن يعني الغاز والنفط مقابل التعامل بالعملة المحلية الروسية اللي هي روبل، أيضا أنه النهاردة بعض أو كثير من الدول في العالم، النهاردة وصلنا ل 23 دولة في العالم تقلل الصادرات الغذائية الخاصة بها. كلنا شاهدنا الهند أنها أوقفت تصدير القمح لمدة 6 سنوات، الأسبوع الماضي أوقفت تصدير السكر، أوقف أيضا أندونيسيا أوقفت تصدير زيت النخيل، ماليزيا أوقفت تصدير الدجاج، وكثير من الدول. ده معناه انه في شح، في انخفاض في حجم المنتج الغذائي اللي بيتم تداوله، وبالتالي ارتفعت الاسعار في دول الاتحاد الاوروبي وفي كثير من الدول التي تعاني من نقص شديد في عمليه الغذاء. النهارده يعني زياده التضخم ل 8.1% ده كان متوقع، والمتوقع انه يزيد ل 9.5% قبل نهايه هذا العام. الزياده في الاسعار دي هينتج عنها حاجتين، هينتج عنها انه في حركه ركود هتحصل او هتكون موجوده في دول الاتحاد الاوروبي، وايضا فواتير الاستيراد اللي احنا بالدول الناميه ومن بينها مصر انها هتزيد كلفه او تكاليف الاستيراد من الخارج، لانه سعر المنتج نفسه وسعر الخدمه زاد في هذه الدول او في معظم دول العالم. لو اتكلمنا يا دكتور عن مصر وتأثرها طبعا بالأزمة الاقتصادية العالمية، يعني رغم كده في نقاط مضيئة محتاجين هنتكلم عنها ونشير إليها، يعني منها مثلا ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز ب 98% في أول 4 شهور من 2022، ده بسبب إيه وبيدل على إيه؟ طيب أولا الأزمة الموجودة حاليا دللت على حاجتين. أول دلالة إنه المشروعات القومية اللي كان مصر انتهجتها، سواء كان مشروع التنقيب على الغاز الطبيعي وترسيم الحدود، وأيضا مشروعات الثروة السمكية ومشروعات الطاقة، كلها كانت مشروعات، ومشروعات الزراعية كلها كانت مشروعات مفيدة للدولة المصرية، والنهاردة هي اللي كانت يعني الداعم والساند للدولة المصرية في الفترة في محنة كوفيد-19، وأيضا في المحنة الاقتصادية العالمية اللي بتواجهها مصر كبقية دول العالم.
لكن الأهم أنه زي ما حضرتك تفضلتي أنا عندي جوانب مضيئة، أنا عندي زيادة في حجم الصادرات المصرية اللي زادت في عام 21 أصبحت 45.5 مليار دولار، زادت الحصيلة الدولارية من النفط، من النهاردة عندنا بنتكلم على متأسف على الغاز الطبيعي، مصر حققت اكتفاء ذاتي في أكتوبر 2020، والنهاردة الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره حقق فوائد مالية للدولة المصرية. أيضا حركة زيادة قيام الدول الأوروبية بالاستعانة بالاستيراد من الدول الخليجية ومن دول شرق آسيا زود حركة الحركة داخل الترافيك داخل قناة السويس، وبالتالي زادت إيرادات قناة السويس المتوقع أنها تزيد تصل إلى 6.9 مليار دولار بدل ما هي 6.2 مليار دولار. كل دي عوامل كانت في جوانب إيجابية. الأكثر من ذلك هو توجه الدولة، وده يمكن كان الدولة متوجهة ليه من 2015 اللي هو الاهتمام بالصناعة والاهتمام بالزراعة. النهاردة شفنا في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة توجه الدولة بإعطاء حوافز للمستثمرين، وجود المناطق الصناعية، المجمعات الصناعية، نتكلم على 17 مجمع صناعي، 3 مدن صناعية موجودة داخل الدولة المصرية، توجه الدولة إلى جذب الاستثمارات بشكل كبير للصناعة. ده محرك مهم جدا، انه لو زاد المكون السلعي في مصر والمنتج المصري انه هيساعد على زياده في التصدير من ناحيه، وهيساعد ايضا على زياده في توفير السلع داخل الدوله المصريه، وايضا المشروعات الزراعيه اللي هتكون سند ان انا اوفر نسبه كبيره من الغلال والاكتفاء الذاتي من الحبوب قدر المستطاع، وايضا من الجوانب الاخرى او المنتجات الاخرى الزراعيه. وبالتالي النهارده خلاص الدوله خدت منحى او اتجاه نحو زياده الانتاج الداخلي والمحلي وزياده جذب الاستثمارات من خلال حزم تحفيزيه يمكن تم الاعلان عنها، سواء كان حزم تحفيزيه في ضرائب، اعفاءات ضريبيه، في اعفاءات جمركيه، في ايضا توفير الاراضي الصناعيه، توفير المنتج، تسهيلات من البنوك، كل دي عوامل تصب في ازود حركة الاستثمار داخل مصر. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شكرا لحضرتك. حديث الأخبار مستمر بعد هذا الفاصل، وهيكون معاكم شادي شاش والكاتب الكبير عبد الحليم أنديل. استنوا. أهلا بكم من جديد في حديث الأخبار، وهذه القراءة في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بك يا أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا. وإحنا بنتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني هناك كان تصريح لافت للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إنه الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صاروخية هجومية لأوكرانيا، وأيضا ردت روسيا على هذا وقالت أن هذا قرار عقلاني، لأنه إذا كان هذا قد تم فإن روسيا سوف تستهدف مراكز القرار الغربية. كيف رأيت هذا التصريح؟ هل لا تريد الولايات المتحدة استفزاز روسيا إلى هذا الحد؟ طبعا، يعني من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور دخول الحرب في شهرها الرابع بدأت تدرك خطورة المنزلق اللي ذهبت إليه. ذهبت إلى فكرة تبدو مجنونة، يعني غير واقعية، غير منطقية، اسمها عزل روسيا، ناسية أن عزل روسيا ده مهمة مستحيلة جدا، لا من المعايير الجغرافية ولا بالمعايير التاريخية ولا بمعايير انقسام العالم حتى في تصويت الأمم المتحدة حول تطورات الأزمة الأوكرانية، وأن روسيا لها عالمها الممتد. علينا أن نلاحظ أن هذا الأسبوع قبل أسبوع ويوم، في يوم الاثنين في الأسبوع الماضي، هنري كيسنجر أمام مؤتمر أو منتدى ديفوس الذي يعقد سنويا قال ببساطة أنه نصح الغرب والولايات المتحدة في قلبه أن حذرها من مطاردة وهم هزيمة روسيا، لأن هذا غير ممكن، فوق أنه شديد الخطورة على مستقبل الغرب وعلى مستقبل العلاقات بين أوروبا وأمريكا. ونصح ضمنا بصورة واضحة جدا بإعطاء أراضي أوكرانية إلى روسيا.
طبعا ده هذا أثار ثائرة زيلينسكي وغيره، وأيضا لكن عكس في تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع. في نقطتين واضحتين جدا على الأقل في نشرات الأخبار. واحد، تراجع بايدن عن فكرة إن إرسال راجمات صواريخ بأماد قد تصل إلى عمق الأراضي الروسية، راجمات الصواريخ المعروفة اختصارا باسم ميلرز. اثنين، مارك ميلي تحدث عن أنه من المستحيل الدخول في معركة مع روسيا لما من أجل تحرير ميناء أوديسا. وطبعا العنوان المطروح أننا لا نستطيع المغامرة بالدخول في حرب مع روسيا، قد تتطور نوويا. المعنى المستفاد هنا أن تصعيد الولايات المتحدة، وقد سبق أن أرسلت كل الأسلحة من كل الأنواع هجومية ودفاعية إلى الميدان الأوكراني، أنها بدأت تدرك ولا يترسخ لديها يقين أنه هزيمة روسيا في الميدان الأوكراني مستحيلة. اثنين، التصرفات الاقتصادية عموما، وقد أقدمت الولايات المتحدة على ومعها أوروبا على نحو 10,000 نوع من العقوبات ضد روسيا. في المحصلة النهائية إلى الآن تأثر الغرب الأوروبي فالأمريكي ربما أكثر مما تأثرت روسيا، لأنه لمن لا يعلمون روسيا كان عندها عيب جوهري في اقتصادها واعتمادها المفرط على الموارد الطبيعية، يعني الفحم والغاز والبترول إلى آخره، وأنها أجرت تخفيضاً على نسبة مساهمة هذه الموارد في اقتصادها ما بين عام 2014 حين استولت أو حين ضمت شبه جزيرة القرم وفرضت عليها عقوبات أقل حدة طبعا مما هو مفروض الآن. فضمن التعديلات اللي جرت على اقتصاد روسيا انخفض مساهمة هذا القطاع إلى 30%، فأقل من مجمل الاقتصاد الروسي. اثنين، أن روسيا بتتعامل مع العقوبات باعتبارها فرصة لإعادة تكييف اقتصادها، لأن الاقتصاد الروسي كما هو معروف في تطور هائل في القطاع العسكري، في بدءا بالقطاع النووي وغيره، ولكن في القطاع المدني يعد أقل تطورا. المحنة الحالية أو اللي هي تحت اسم العقوبات قد تتحول إلى نعمة في فكرة أن الاقتصاد الروسي يجري تطويره، لأنه مع اثنين أنه روسيا تخوض حرب عمولات واضحة جدا في ارتفاع قيمة الروبل، بل ان الدوائر الروسية تسعى الان لتخفيض قيمة الروبل لانه قد يشكل خطرا على الصادرات، لانه الحبوب الروسية دخلت على الخط ايضا. وقالت روسيا أيضاً انها سوف تصدر روسيا الحبوب بالروبل الروسي، ليس فقط النفط والغاز يا استاذ عبد الحليم، ليس فقط للدول غير الصديقة بل تطرحه للدول اللي هي في خانة الدول الصديقة كدول في الشرق الأوسط ومصر والإمارات وغيرها. وفي نفس الوقت فكرة الإحلال محل الدولار وتفكيك هيمنة الدولار. طبعا هذه الخطوات إلى الآن بالنظر إلى أثرها التراكمي خصوصا بتحالفها الذي بلا حدود مع الصين. روسيا عندها مرونة هائلة حتى في مواردها الطبيعية البترول وغيره في تحويلها من أوروبا إلى آسيا. الأمر أيضا اليوم نجحت ظاهريا دول الاتحاد الأوروبي في قمتها في أنها تقول إحنا مش عاوزين بترول روسي لحد، خاصة البترول المحمول على سفن أو ناقلات. أيوة. أما الخط الأنابيب الموجود من العهد السوفيتي لثلاث دول هي أعضاء الآن في الاتحاد الأوروبي، المجر، تشيكيا، سلوفاكيا، فما زال متصلا. بالجملة الحرب الاقتصادية سجال، لكن في الحرب العسكرية أصبح واضحا، وقلنا من البداية أن ما يجري في الميدان الأوكراني ليس أزمة روسية أوكرانية، هي حرب ذات طابع عالمي تجري في الميدان الأوكراني. الشاهد الآن أنه بكلام سيرجي شويجو عن أن البطء متعمد، بنلاحظ أنه القوات الروسية لم يزد عديدها كثيرا، بضعة عشرات الآلاف، وهي تستعين أساسا بما يسمى القوات الحليفة، سواء قوات الانفصاليين في لوغانسك ودونيتسك أو
قوات كتائب الشيشانية وتخوض حربا بطيئة الإيقاع لكنها مؤكدة الأثر وبتقدم أرضا باستمرار. التقديرات الأمريكية حتى النهاردة ونحن عارفين وزارة الدفاع البريطانية يعني قيل وزارة إن الدفاع روسيا تسيطر على 25% من مساحة أوكرانيا وتصدر بيانات يومية كما وزارة الدفاع الروسية بالضبط مما يعني يحدد طبيعة الحرب وامتدادها العالمي خاصة في الجناح الأنجلوساكسوني في الغرب يعني معروف أنه الدول الأنجلوساكسونية اللي هي الخمس عيون خمس أجهزة مخابرات بريطانيا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا دي كتلة جوهرية في التحالف الغربي وأكثر عدوانية تجاه الروس. طيب يعني هناك أيضا تحديث آخر خبر آخر تطور آخر أنه ألمانيا بتعتزم إنفاق 100 مليار يورو على تحديث جيشها. ما أثر ظهور ألمانيا كقوة عسكرية مرة أخرى يا أستاذ عبد الحليم؟ هذه الحرب الجارية الآن أسمها ما شئت عملية عسكرية خاصة كما يفضل الروس لأنهم لم يعلنوا حربا رسمية حتى الآن لأن الحرب الرسمية في العرف الروسي القانون إعلان الطوارئ التعبئة العامة إلى آخره وهذا كل ما لم تفعله روسيا إلى الآن ولن تفعله في تقديري لأنها لها مصلحة من الزاوية الاستراتيجية في نوع من إطالة الحرب. في نوعين من الإطالة، في إطالة لمدى سنوات كان يستهدفها الغرب ويتصور أن استنزاف روسيا عسكريا على الطريقة الأفغانية السابقة زمن الاتحاد السوفيتي، وفي إطالة من المنظور الروسي قصد منها إحداث تفكيك واختلاف وتبيان اختلاف المصالح في المعسكر الغربي الأمريكي الأوروبي. روسيا ليست متأثرة كثيرا بالتطورات الظاهرية التي يبدو فيها تماسك التحالف الغربي وصولا إلى انضمام السويد وفنلندا. طبعا هي تتأثر لكن لها بدائل كثيرة جدا. يعني أولا خرافة حياد السويد وفنلندا هذه مجرد خرافة لأنه السويد بيقال إنها 200 سنة في حالة حياد عسكري، فنلندا بيقال إنها 100 سنة. فنلندا هي المجاورة لروسيا. فنلندا لقد لا يعلم الكثيرون أن فنلندا كانت طرفا في الحرب العالمية الثانية مع قوات النازي وأنه من نتائج هذه الحرب العالمية الثانية وأنا بسميها حرب أوروبية مش حرب عالمية هم طبعا أوروبا عموما في تاريخ صعودها من خمس قرون بتعتبر أن تاريخها هو تاريخ العالم الباقي ده تفاصيل. فالذي حدث أن 10% من مساحة فنلندا ضمت إلى روسيا، والذي حدث أيضا أنه إقليما ألمانيا أصبح اسمه الآن كالينجراد هو منفصل الآن عن اليابسة الروسية وفي مليون روسي وفي 30,000 جندي وكذا وده موجود كخنجر ومهم جدا في تاريخ الحروب أن ترى الخرائط هي المفتاح يبدو كخنجر لا أحد يتحدث عن هذا الإقليم كثيرا ولكنه هام للغاية. خنجر ناوي وهو مركز قيادة الأسطول الروسي في بحر البلطيق وهو انفصل عن اليابسة الروسية من جراء التطورات التي جرت مع انهيار الاتحاد السوفيتي لأن المسافة البينية كان فيها ليتوانيا وكان فيها بالزبط. كذا وكذا فالفكرة أنه البدائية اللي بتقول والله بوتين كان عاوز يمنع حلف الأطلنطي من التقدم إليه فضعفت مساحة الاتصال لأن حدود فنلندا مع روسيا ممتدة إلى 1300 كيلومترا هي فكرة تبدو ظاهرية ساذجة إلى حد كبير لأن روسيا لها بدائلها الجغرافية والنووية. تسليح كالينجراد نوويا أكبر خطر غير مسبوق على أوروبا الغربية لأن نشوف وهل هذا ما تنتوي روسيا فعله عندما تنضم فنلندا والسويد إلى الناتو؟ هي ما تحدثت طبعا تذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية اتكلمت زخروفة اتكلمت أكثر من مرة عن مفاجآت هي تراقب بالضبط هذا الانضمام هيكون مصحوبا بإيه من أنواع البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلنطي ده حين يتم الانضمام. أنت تعرف العرقلة الموقوتة الخاصة بتركيا يعني والقصد منها تحقيق مكاسب وقتية لتركيا. فالفكرة الأساسية هنا أنت عندك لدينا تحالفان، تحالف الغربي الذي يبدو قد تماسك ظاهريا ومع اختلاف المصالح معرض للتفكك، بروز ألمانيا طبعا سيبرز القوى الأوروبية منفصلة المصالح عن
أمريكا، اثنين التحالف الروسي الصيني الذي حاولوا شقه. احنا بنرى كل يوم ايه اللي بيحصل سواء على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد حتى العسكري. يعني اطلاق القاذفات الاستراتيجية الروسية مع القاذفات الاستراتيجية الصينية في مناورة واحدة وقت زيارة بايدن لليابان كان له دلالته جدا. تراجع بايدن نفسه عن كلام عن ان انا هدخل في صدام عسكري مع الصين للدفاع عن تايوان. للدفاع عن تايوان واعتبروها ذلة لسان، او رجع تاني قال انها ماضي على امريكا ماضي على سياسة الصين على ثلاث بيانات تؤكد على انه تايوان جزء من الصين وكذا. فالفكرة الاساسية من الذي يصعد ومن الذي يهبط. مشكلة بايدن، مشكلة الادارة الامريكية انها تستنسخ ما كان ايام الحرب الباردة الاولى بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حين انقسم العالم الى معسكرين. الفكرة تشرشل، فكرة فرض حصار حديدي أو ستار حديدي على الاتحاد السوفيتي ثم إنهاكه باستنزافه في سباق تسلح لا ينتهي وصل إلى ذروته في حرب النجوم أيام ريغان. لم تكن موارد الاتحاد السوفيتي تؤهله، إنما أنت إذا وضع معكوس الآن أن موارد الصين تبدو بلا حدود وهي في التحالف بلا حدود مع روسيا. مدى عن الهند يا أستاذ عبد الحليم؟ والهند أيضا، يعني التحالف كواد الذي أنشأته الولايات المتحدة ضد الصين تسعى لضم الهند، لكن حاول بايدن أن يقنع رئيس الوزراء الهندي بأنه يقلل من اعتماده على واردات الطاقة الروسية. لم يفلح في ذلك لأن ده في مصلحة الهند في الأساس، والهند صاحبة رابع أقوى جيش في العالم. المفارقة أنه الهند لها ميراث تصادمي مع الصين، الصين مجاورة وحاولت تبت، هذا صحيح، ووصل الأمر للاشتباكات كل كم سنة كده، لكن لديها ميراث خلاف تريد أن تستثمره أمريكا. المفارقة أن التجارة بين الصين والهند أعلى بكثير من التجارة بين الهند والولايات والولايات المتحدة الأمريكية. في النهاية هناك يعني مارد صيني يصعد في التاريخ إلى عرش الاقتصاد العالمي بالمعنى الإسمي، يعني بالمعنى الإسمي بالقيمة الإسمية، وهو بالقيمة الفعلية اللي هي على أساس أسعار الشرائية للدولار، القيمة الشرائية. هي الصين اقتصادها حجم اقتصادها أكبر من الولايات المتحدة بالقيمة الشرائية، لكن حتى بالقيمة الإسمية الصين ما هي إلا سنوات يعني. فالفكرة الأساسية هناك طرف صاعد في التاريخ وهناك بيئة مختلفة. الحرب الأوكرانية كما حرب كورونا من قبل تكشف ولا تنشئ عن تغير هائل في موازين السلاح والاقتصاد والسياسة على خرائط العالم. طيب يا أستاذ عبد الحليم، ما هو موقع أوروبا في هذه الخريطة؟ يعني إلى الآن أوروبا تتبع الولايات المتحدة فيما تريد من فرض عقوبات وإدلال طبعا لروسيا وإلى آخره، ولكن يعني ألا ترى أوروبا أنها تتضرر كثيرا باتباع هذه السياسة يعني الخاصة بالولايات المتحدة، لأنه من يعاني من هذه العقوبات ليست أمريكا ولكنها أوروبا؟ لاحظ التشقق الذي يجري، لأنه في اختلاف مصالح بين الولايات المتحدة اللي لديها مواردها من الغاز والبترول وهي بين محيطين في أمان نسبي، ورغم ذلك تتأثر من جراء مقاطعتها الكاملة لروسيا. إنما أوروبا الذي يقرأ الحوادث المباشرة بدون تعمق بيرى التراجع في الموقف. يعني لاحظ مثلا فين التراجع؟ الاتصال المشترك لشولتز وماكرون مع الرئيس الروسي بوتين، الحرص على إقامة خط اتصال دائم. أهم ما نوقش في هذا الاتصال اللي هي الفكرة الروسية الخاصة باقتراح الغذاء مقابل العقوبات، مقابل رفع العقوبات. ماشي. المعروف أن روسيا، ومهم الإشارة إلى هذه النقطة، هي أكبر مصدر للقمح والحبوب والأسمدة مع بيلاروسيا في العالم كله، مش أوكرانيا. أوكرانيا رقم 6 في تصدير القمح يعني. وكلام عن أن في 20 مليون طن وكذا، أنا أعتقد كلام في باب الدعاية، لكن المشكلة الآن أنه بوتين يطرح التالي: أنا مستعد أعمل ممر آمن في البحر الأسود طوله 140 ميلا وعرضه 3 أميال لعبور السفن اللي أنتوا بتقولوا أنها محتاجة كذا، لكن كمان مقابل ذلك ماذا ستفعلون؟ ماذا ستقدمون؟ لابد أن تخفف العقوبات أو تزرع العقوبات. طيب وتم رفض هذا المقترح، تم رفض هذا المقترح من أمريكا. ووصلنا للحزب السادس. لاحظ أن ماكرون تحدث مجددا
اليوم عن فكرة ضرورة إيجاد حل لمشكلة الغذاء من دون ذكر العقوبات. من دون ذكر العقوبات طبعا. ما هو الأمر ببساطة شديدة، أنت دلوقتي بتتكلم عن بايدن في 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 رفض أوروبا ميالة لفتح الكلام، لأنه استمرار هذا سوف يؤثر. الاتحاد الأوروبي تجمع اقتصادي، إذا كان هذه المنازلة ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الأوروبي على هذا النحو من الجانبين، لأنه رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بيؤثر أيضا على اليورو الأوروبي، بتنخفض قيمة اليورو، وتفكر البنك المركزي الأوروبي في خفض في رفع الفائدة أيضا. اثنين، معدلات التضخم متزايدة في أوروبا بأكثر من أمريكا. ثلاثة، تكلفة الطاقة البديلة للطاقة الروسية هائلة جدا. لاحظ أيضا أنه الاتحاد الأوروبي في ظاهرا توصل لاتفاق موحد، بس هذا الاتفاق الموحد أيضا بيعمل إيه؟ بيقول لك في نهاية العام الجاري، يعني بعد 7 شهور. هو السؤال، هو بعد 7 شهور هتبقى الحرب لسه مستمرة ولا لا؟ ولا هينشأ وضع جديد تعود فيه التفاوض من جانب روسيا مع أوروبا؟ فهنا لابد أن نمد الخيط إلى ما بعد نهاية العمليات العسكرية. بالضبط. طيب الوقت انتهى، ولكن حديثنا معك لا ينتهي أبدا. أنا بشكرك على هذا الحديث. يعني بالجملة في إعاقات ممكنة للتقدم الروسي على الأرض بالتزويد الهائل غير المسبوق لأوكرانيا بالسلاح، لكن في فرق بين إعاقة التقدم وبين هزيمة روسيا. في إعاقة للتقدم هذا صحيح، لكن النصر الروسي يبدو قدرا لا يمكن دفعه. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفي الكبير على هذا الحوار. ومشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديث الأخبار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.